مشهد تاني في القمة العربية الحقيقة، وهو الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للعزلة اللي موجودة للجانب القطري. هنعرض على حضراتكم الصورة، وجايز الصورة موجودة معانا هنعرضها على حضراتكم. كان في عزلة مش بس الحقيقة على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، ولكن كمان العزلة أصبحت عزلة نفسية. الصورة كانت فيها المندوب القطري موجود واقف لوحده تماما منعزل، وكان رؤساء وملوك وقادة الدول العربية موجودين مع بعض بيرحبوا ببعض، متواجدين بيتكلموا مع بعض في صورة اجتماعية هائلة جدا. ولكن على الجنب الآخر الجانب القطري ملوش أي دور. والحقيقة هو ده اللي احنا بنشوفه دايما، إن العزلة هي مش فقط عزلة سياسية أو دبلوماسية، هي عزلة نفسية. الجانب القطري أصلا عنده إحساس إن هو مش مرحب بيه. فأعتقد إن كل الصور اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دي كانت معبرة عن عزلة الجانب القطري، عشان ما حدش يقول حصار، ده ما اسموش حصار، دي اسمها عزلة، بس عزلة نفسية. يعني الحكومة القطرية لو بصت على الصور دي كويس هتعرف إن اللي عندها ما اسموش حصار زي ما هي بتقول، وبتروح تشتكي وإن الدول الرباعية عاملة مشكلة ومحاصراها إلى آخره. الحقيقة الفعلية ان انتوا اللي عزلتوا نفسكم عن المنطقة العربية وعن القادة العرب وعن الشعوب العربية. انتوا بسبب افعالكم وتدخلكم في شؤون الدول الاخرى، ويعني معرفش الى الان احنا مش قادرين نحل ليه، او انتوا مش عايزين تحلوا ليه. يعني انا هعرض على حضراتكم الصورة دلوقتي عشان تشوفوا الحقيقة الوفد القطري تم استقباله على أرض المملكة العربية السعودية، وكل حاجة على حسب البروتوكول وعلى حسب كل شيء رسمي، ولكن الجانب النفسي هيظل ويبقى زي ما هو. هم حاسين بعملية حصار، هي مش حصار، هي عزلة، وهي عزلة نفسية قبل ما تكون سياسية أو دبلوماسية، ودي بانت من خلال القمة العربية، وحتى بانت من خلال العشاء الودي اللي أقامه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. أقاموا على شرف ملوك ورؤساء وزعماء الدول العربية، كان حاضر فيه تقريبا أغلب الرؤساء، كان حاضر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان حاضر فيه أيضا الشيخ محمد بن راشد، وكان حاضر فيه أمير الكويت، كان حاضر فيه مجموعة كبيرة الحقيقة من الزعماء اللي كانوا موجودين في القمة العربية. علشان الصورة حتى كانت بغير الملابس الرسمية، وده دليل على محبة الشعوب بعيدا عن كل شيء. دي الصورة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها، وهي العزلة القطرية. زي ما انتم شايفين مندوب قطر موجود واقف لوحده. يعني الصورة بتدل فعلا على ان العزلة، الموضوع مش سياسي ومش دبلوماسي. يعني دي اعتقد ده كان في البهو بتاع المنطقة اللي بيقام فيها القمة العربية، او القاعة اللي تم اقامة فيها القمة العربية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك سلمان، الملك حمد، ملك البحرين، الشيخ محمد بن راشد، امير الكويت، كلهم موجودين مع بعض بيتكلموا بشكل ودي. ده بعيدا عن الاجتماعات، يعني دي زي الكواليس. والجانب القطري حاسس بنوع من انواع العزلة، حتى مش قادر ان هو يروح يعني يتجاذب معاهم اطراف الحديث. يعني حبينا نعرض على حضراتكم الصورة دي من ضمن الصور برضو اللي كانت موجودة.